السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياس كاخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شباب القبائل واخبار الجياس كا. فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب، جام لايك والاشتراك في القناه كي يصلكم كل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا يعني والله حصريا صوره بألف معنى ومعنى، صوره بألف معنى ومعنى. لاعب كان في قائمة التسريحات، يعني كانوا رايحين يسرحوه من الفريق تاع شباب القبائل خلاص، ولكن بمجيء المدرب يعني عمراني الذي أعاد له الروح، يعني من البنك إلى قائمة التسريحات فأعاد له الروح وعرف كيفية توظيفه، والآن أصبح من أفضل اللاعبين في فريق شباب القبائل، وحتى هو لم ينكر ذلك. والدليل على الصورة تعبر على شيء، أين قبل رأس مدربه الذي أحياه من جديد في لقطة جميلة جدا. برافو بومشرا، والله برافو بومشرا. ما كانوش عارفين له هذا اللاعب، كانوا عاكسينه بزاف بزاف في شباب القبائل، وكانوا كان يعني من قائمة التسريحات، يعني كانوا رايحين يسرحوه، ولكن عند مجيء عبد القادر عمراني المدرب الجديد لشباب القبائل هو اللي أحياه، هو اللي أعطى له الروح كما هنا نقولوا. وهذه والله الصورة جد رائعة، يعني بعد ما سجلوا بعد ما خرجوا أصبح هو يعني الآلة اللي تحرك فريق شباب القبائل، يعني ما شاء الله عليك، برافو بومشرا. والهدف تاعك يعني اللي ينقذ شباب القبائل وأهلها إلى دوري المجموعات في كأس إفريقيا وفي رابطة إفريقيا إن شاء الله. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، جام لايك، واعطيونا الآراء تاعكم في التعليقات على هذا اللاعب بومشرا. والسلام عليكم ورحمة الله.